ده مين بيعمل كده؟ يا شيخ هنموت ولا نروح؟ هنموت ولا نروح؟ هنموت ولا نروح؟ احنا اكيد كل كنتم في بيوتكم الاثنين واحد الاثنين واحد. طب عاوزين تعقيب بعد الخطبه كده؟ احنا معاك. احنا معاك دي كلمه بتاعت الشعب. احنا معاك. ما عنديش تعقيبات والله يا اخي الكريم. دلوقتي قول يا رب اي كلمه كده ترضي الشعب ولا ترضيك انت. انت كنت عايزني؟ مستني حضرتك تأذن ليا. قول لي لا، ده انا ممكن امسك للسنه الجايه. انت هتفضل مكوت تفضل مستني للسنه الجايه. قول لغايه ما ادي الامانه. قول. انا عايز من وقت حضرتك دقيقتين. اتفضل. الدقيقه الاولانيه في الموضوع ده. ما انا عارفه ورافضه. ها. الدقيقه الثانيه في امانه. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول: ما يزال الامر في بحبوحة من دينه ما لم يصب دمه. عندك كده كل من يدعو للانتخابات بدون تطبيق قانون الغد. البديل ايه؟ البديل ان احنا بندعو للانتخابات محترمه لا يكون فيها صدام ما بين مدني ومدني. ما ندعوش ليه؟ لا بقول لك البديل. ما تقوليش ما ندعوش ليه؟ احنا عملنا ثوره. بسالك عن البديل وانت مش رايد تجاوبني. فكر وجود اجابتك وتعالى لي. دي فتنه مرسله الينا عشان يلعبوا فيها. احنا اللي عاملينها كده. كويس جدا. خد موافقات عليها قبل ما تدعو. حضرتك ظنيت الظن السوء. وانا مصمم عليه. لابد ان تدعو أن تأخذ موافقة على الأسماء قبل ما توزع. من مين؟ من اللي ممكن يعترضوا ويبوظوا. اللي يعترض يطلع بره، يبقى كشف نفسه قدام الناس. الناس طلعت بره. لا لا خليك معايا يا عم شيخ، احنا شغالين من تحت لفوق. مش انا كنت مش عارف اكتب بس. احنا شغالين من تحت لفوق. انا ما بطلبش من حضرتك ان انت غير المنهج العلمي. لابد من احنا شغالين موافقه قبل ان تطلع ان يطبع ويوزع. خبر اخذ الموافقه فهذه فتنه. خليك معايا بس يا دكتور، انا مش بادي من فوق. وبعدين ما يسالش الظن. انا بادي من تحت. بقول لك دي فتنه مرسله الينا لتلعب بنا. انا مش اساس الظن. انا بقول لك ان ده استخفاف بينا. يعني هم يستخفوا بيك. يستخفوا بيك. مين اللي يستخف؟ يعني ايه الكلام ده؟ مين هم المجلس الرئاسي المدني؟ اسمهم ايه؟ هم موجودين. كويس. اسمهم ايه؟ اطياف المجتمع. تاني مرة تتكلم. تحت الفوق. دكتور محمد البلتاجي لازم تطلع الكلام ده ومضي عليه. قد وافق على هذا. اقول ازاي اتكلم ازاي اعرض ازاي كده؟ لا خلاص انت عرضت خلصت. انا بقول لك تطلع هنا وتقول وقد وافق على هذا فلان وفلان 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 وفلان. يقوم هذه الموافقه تبدا بها الطباعه. انما انا بقالي على الاقل شهرين، على الاقل ممكن يكون اكتر من كده، الورق ده بيتوزع في التحرير. لا احنا من 1 اكتوبر شغالين. احنا ابتدينا الطباعه من 1 اكتوبر وعملنا الصفحه في جمعه 30/9. وصلنا الورق. أيوة. ده كان مرفوع. ايوه. وفي 9/9 الورق ده كان مرفوع. مش لا مش ده كان نسخه قبل كده. كان لسه الاسامي ما اتحطتش فيه. على كل انما الصفحه معموله من 1 اكتوبر وصلت النهارده 44. يعرف ان يوزع كل واحد ان يحصل اعتصام في الميدان من 1000 شخص يرفعون فكره. احنا لسه ما دعناش. يرفعوا. احنا بنشارك. احنا النهارده مشاركين. حضرتك دعيت مع الشباب بتوع احنا جايين بنشارك. احنا بنساهم. ناخد موافقات ازاي؟ انا مش عارف. تيجي لي تقول لي مش عارف الكلام ده ولا مش عارف اوصل لحد. انا مش عارف اوصل مين الفلوس. دكتور البنادق شرط. مش عارف انتوا حوالين منكم هاله. كل رموز المجتمع كده. لا مفيش حد عنده حواليه هاله. انا عندي لقاء اسبوعي عام ويحضروه كل الناس. هل تظن حضرتك ان انا بتتكلم في فلوس مزوره ممكن تكون فلوس مزوره؟ يا جماعه عايز انا مالي ومالهم. انا عندي مكان وزمان موجود فيهم. تعالى لي قبل ما اعرفك. طبعا انا بقول لك عشان انت كان منصور على الصفحه. شوف المجهود اللي اتبذل هنا اهو. خلاص يعني قصدي اقول لك بدور على كل واحد في الشمعة ان انا الاقي سكه.
غير صحيح. اي ادمن غير ينزل تليفونه بدل وراه. لو سمحت كن دقيقا لانه ده مش صحيح. ده شيء منشور على الصفحه كمبدا عام ثم منشور كل اسبوع. بدا الان اللقاء الفلاني قال كذا شويه وبعدين التسجيل بتاعه وبعدين التعليقات. اسمع اذا كنت ما تعرفوش ما تسمعش. لكن ليبحث يعرف يوصل. كل سبت اسد الفرح. كل سبت الساعه 9 مساء. جميل. طيب هل هينفع ان احنا نتكلم اثناء الندوه بتاعت حضرتك؟ لا بعد ما اخلص. ايه يعني ايه كده؟ حضرتك بعد ما بتخلص بتبقى على وجهي لو عندك تصوير يا اما عندك انت بتالف بقى. لا كل طيب يلا على وجهي شو مش طيب. في تليفون اتواصل مع حضرتك. ربنا يكرمك ان شاء الله. احنا المسيحيين هنختارك لانك انت صادق في كلامك واحنا باذن الله عايزين واحد كده يبقى صادق وعادل في كلامه.